المفروض نسيبها تبرد صح؟ بصوا كده دي استحالة تتدق دلوقتي بس هي حلوة. شايفين بقى يا جماعة الحشوة قمر. اتلسع؟ اتلسع حلو قوي والله، مش عشان انا اعملها بس حلو فعلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم محمد الشامي واخوكم محمد حنفي، نحدثكم من القاهره الكبرى. النهارده بقى عندنا ايه؟ لفه جلاش قديمه، ما كنتش عارف بيها الصراحه يعني، بس شفت فيديو فانا سرقته للامانه وهعدل عليه حاجه بسيطه عشان ما يبقاش ان احنا سارقينه بالظبط، يعني يبان ان احنا لا مقتبسين او حاجه كده. الموضوع كله ربع كيلو لحمه، بصلتين وشويه فلفل الوان ولفه الجلاش، وتعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. حاجه نبدا بقى نعصق اللحمه الاول، نعمل الحشوه اول حاجه. ممكن بقى تحطوا شويه زيت، تحطوا سمنه، يعني اي حاجه عصقوا بيها اللحمه زي ما انتوا عايزين. ما تعصقنيش. طب اهدى بس. يا عم في ايه؟ احنا هنا بقى الحشوة على مزاجكم، ممكن بقى تحشوها جبنة مثلا وهوت دوج وبسطرمة، ممكن تحشوها زي ما احنا هنعملها لحمة مفرومة، يعني كل واحد وعلى ايه وعلى خياله. ممكن تحشيها بالفراخ لو عندك فراخ، ممكن تحشيها بالخضار، بس طبعا هي في كل الاحوال لازم تاخد جبنة يعني عشان تبقى لطيفة. لطيفة اللي بتغني؟ بصل. ايه؟ بصل. لا انت ما قلتش ليه من بدري؟ كله انا كده عايز كله مع بعض. طيب بس يلا كفايه، مش لازم البصلتين ده. ليه دول ما قطعتهمش؟ لا دول استنى، دول اللي فيهم الجدر بس. طب عادي ما تخرطش. لسه هخرطها يا اخي، حرام عليك يا اخي. ايه اللي فينا؟ لفه الجلاش دي بكام بس والنبي؟ لفه الجلاش دي غالبا بحاجه و30 يعني. بحاجه و30 يعني اقول 35 مثلا. نكتب 35 يعني مثلا. لفه الجلاش دي بحاجه و30 جنيه. ونقول شويه الفلفل دول بكام؟ يعني قول دول نص فلفلايه ونص فلفلايه ونص فلفلايه. قول مثلا الفلفل الالوان اسعاره كويسه اليومين دول، يعني ممكن تقول 10 جنيه مثلا، يعني هي ب 20 جنيه الفلفل دلوقتي الواحده واحده واحده. قول 10 جنيه. تمام. انا هملح بقى، المفروض كان بعد ما حنفي يجيب، بس انا هكسب وقت. شويه ملح، فلفل اسود، وطبعا طول عمرنا بنقول ان البهارات على ذوقك، كل واحد على ذوقه زي ما انت بتحب براحتك. وسنه بابريكا، وكالعاده انتوا عارفين انا بحب دايما سنة القلفة اللطيفة على اللحمة المفرومة، برضو ايه بتوديها في حتة لطيفة كده. كده تعالى عندنا ايه؟ جلاش قلبه ما يوعاش ب35 جنيه، وعندنا خضار قلنا ب10 جنيه، وعندنا لحمة مفرومة. ربع لحمة زي ما انت عايز بقى، بتجيبه بكام؟ يعني لو لحمة بلدي المتوسط بتاعها 200-220 جنيه النهاردة، يعني 50، يعني 50 جنيه. لو جايب لحمة مستوردة برضو مش هتقول لا يعني، المتاح. وبيضة، البيضة بكام دلوقتي؟ البيضة بثلاثة جنيه. البيضة بثلاثة جنيه. بيضة ثلاثة. وهياخد حليب. هياخد لبن. أيوة. اللبن علبة اللبن بكام؟ احنا بنستخدم علبة اللبن بس، ممكن نحسب معاها شاي بلبن بقى بعد المتاكل. لا، علبة اللبن الواحدة عاملة 30 جنيه. احنا هنستخدم منها مثلا تلتها. تلتها يعني 30 على 3 10 جنيه. 10 جنيه لبن. هنحتاج حاجة تانية؟ بيضة، لبن، زيت. طب الزيت نكتبه بايه؟ زبادي. زبادي؟ اه، وهحط حته قشطه بقى من عندي شبه البرد. خلاص مش هكتبه. حط الزبادي. الزبادي بكام؟ علبه الزبادي ب 4 جنيه. زبادي 4 كده. الخضار انا عشان هيبقى جوه الجلاش فانا عايزه يبقى فيه عضه، يعني مش عايز ادبله قوي. هنحط بقى ايه؟ معلقه صلصه حمراء كبيره، ودي بقى دي التعديله الوحيده اللي احنا عملناها عشان نبان ان احنا مش مقلدين الفيديو يعني. انا كان نفسي والله اقول انا مقلده من مين، بس للاسف هو يعني انا ضاع مني. هي كانت واحده ست كده مدام محترمه، بس مش عارف اسمها، فاللي يعرف اسمها يكتب لنا في الكومنتات عشان يعني نبعت لها رساله شكر من هنا، ونقول لها يعني ايه متشكرين على الوصفه اللطيفه قوي دي. وطي بقى كده. انا مولع الفرن على فكره يا جماعه عشان يسخن. هنبدا بقى دلوقتي، ممكن تمسح لنا البلانشه عشان هنقطع عليها ده. وهبدا دلوقتي اعمل الخلطه اللي هنسقسق بيها الجلاش. هنبدا بقى نقطع الجلاش. لا كله كله كله. عايز تقطعه ازاي؟ عايزين التخانه دي كده. طيب تمام. يلا يا باشا، وفرفطوا بقى في قلب من قلب بعضه كده. نيجي احنا بقى هنا في عالم موازي جنب حنفي، نعمل بقى ايه؟ التشريبه. بيضه تشريك، وبعد كده هنحط حوالي تلت كيلو لبن او كوبايه لبن كبيره، وبعد كده هنحط شويه الزيت اللي هيلمعوا معانا الدنيا. نبدا بقى ايه؟ نحط بقى هنا شويه الملح اللي طب بتاعنا، نحط فلفل اسود، نحط بابريكا، نبدا نضرب. خلصت؟ على وشك. ما انت مش فاهم، انت عارف الورقه ما بتعرفش تطبقها 7 مرات صح؟ ما هي نفس القصه بقى. هنحط بقى هنا كمان علبه زبادي. هنحط هنا كمان علبه زبادي. وحته علبه الزبادي بس حطيت فيها شويه ميه كده عشان ايه؟ وزودت بقى ايه؟
شويه ميه، بس انا هزود شويه ميه كمان. وعندي بقى حاجه ايه اللي انا بحبها طبعا في اي حاجه ليها علاقه بالحاجات اللطيفه اللي بتخش الفرن بقى، حته الدسم الجميله، قشطه بلدي بقى من على وش اللبن الجميل. بس طبعا انا الشاري دي جاهزه يعني، مش من على وش اللبن ولا حاجه، بس يعني حتى لو القشطه من على وش اللبن بتبقى حلوه كده. اللحمه خلاص شبه خلصت والريحه هنا عظمه، نقفل بقى عليها. نبدا بقى نضرب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. وبما ان انا حطيت قشطه، لو عايزين عندكم كريمه طبخ يعني كل واحد بقى يكلفها زي ما هو عايز يعني، ممكن تحطوا شوربه معاها. انا هزود شويه ميه لان هي تقلت وانا هبقى محتاج الكميه تكون اكتر شويه. انا زودت طبعا هنا شويه ميه حلوين يعني. كده التشريبه بتاعتنا جاهزه واحنا كل حاجه جاهزه. احنا واقفين كده وعطلانين على حنفي بس. ليه يا عم؟ انا خلصت اهو الحته اللي تحت. انت الحته اللي في الشمال يا عم حنفي. لا على فكره كده، بص يا حنفي، الرق تحت يعني المفروض يبقى اكبر من الرق اللي فوق. ماشي، ما انا كنتش خلصت. بس عشان فوق تكمل. هنبدا بقى ايه بعد ما عملنا كده وضغطنا عليها ضغطه كويسه. هنسقسها بعد كده تحشي. هنسقسها الاول تحت الدور اللي تحت. بس هات معلقه بقى وليسها. كمل بقى شغله البنا اللي انت عايش فيها دي. لا هي هتشرب دلوقتي يا عمي. اهو والله العظيم هي في زي الفل كده. نبدا بقى ايه الحشو. حط بقى اللحمه او اي حشو على مزاجك يعني. شايفين ربع كيلو اللحمه مع الخضار وبتاع اصلا يعني كبير بقى. نص كيلو لحمه يعني اصلا كده كفايه يعني، ممكن كده يكون كافي. ويعني ايه، بس احنا بقى ايه عشان يوسف بس وعبد الرحمن النهارده معانا عصابه بتتلف. او ماي جاد، واو. لسه هتحط جبنه. اه افتكرتك هتحط جبنه من فوق. هحط جبنه كمان من فوق بس في الاخر ده كده. انا ما حسبتش الجبنه دي. ما دي ميكس جبن، جبنه شيدر مع جبنه شيدر ورومي وجبنه فلامنك. فطبعا كل واحد ايه يقدر يحط ميكس جبن اللي هو اللي عنده او اللي جايبه. بس ما تحطش موتزاريلا عشان هنا الموتزاريلا مش هتحس بيها جوه. الموتزاريلا احنا بنحطها في الاخر خالص على الوش بعد ما الجلاش يستوي عشان تدي له اللقطه بتاعت الشكل اللي جوه بتاعت المطه. بص شايف الفرفطه اللي على حق. نبدا بقى يا جماعه ايه نعمل بقى ايه الوش اللي فوق. حنفي تفتكر نقطع البتاع قبل ولا بعد البتاع ايه اللي هي دي؟ لا بعد طبعا. قبل؟ لا بعد. المفروض قبل. ايوه بس هي بقى بعد احسن. بالسم؟ لا بالكتاب. بس ابويا يا عم خالد ب 15 جنيه جبنه نص بقى عشان يطرى معانا ويبقى حلو كده. بالراحه بقى عشان ما تطلعش الصلصه. هناخده بقى كده وندخله الفرن درجه حراره عاليه لمده الساعة. انا مسخن الفرن اصلا اوريدي بقاله شويه سخن. هنبص بقى عليها كل شويه بس هي هتاخد لها ان شاء الله باذن الله الشوايه فوق وتحت. الفرن فوق وتحت درجه الحراره هحطها عليه 275 هتاخد لها حوالي ربع ساعه لثلث ساعه. يلا كده اول مرحله الحمد لله اتحرقت زي الفرن. تحس ليه ان هي قرعه؟ هي احمرت من غير موتزاريلا بس احنا نديها تاتش برضو. هي احمرت بصراحه بس هي الموتزاريلا برضو تعمل لها ايه جو. ندخلها 3 دقايق بس ان الايه الجبنه تسيح كده وتبقى حلوله. هو كده الفرن سخن اصلا في دقيقه الا دقيقه. هي مالها قلبت جبنه رومي ليه كده؟ الله اتحرقت ولا ايه؟ طب احنا هنعرف نطلعها من البتاع وبعد كده نقطعها بره؟ لا احنا هنقطعها كده ونغرف منها. طب ما تعمل كده؟ هتفرق في ايه كده؟ ايه؟ ينفع تطلع؟ احنا ممكن نقلبها. يلا سمي لك كده. حط كده. ايوه برافو عليك يا حنفي. يا اخي العجوة انت يا اخي والله. سيب بقى ده. ايوه انا بقى اقول نسيبها كده. لا يا جدع عايزين بقى. بقول لك ايه اصبر. ايه يا جدع انت مش هنستخدم دي عشان نقلبها تاني؟ يلا. لا اصبر ما توسخش بقى. بص ولد الموضوع بسيط. تعالى بس نشيل الحاجات المحروقه دي عشان ما نتفضحش. خلينكم ما شفتوش حاجه يا جماعه. المفروض نسيبها تبرد صح؟ ما انا كنت عايز اقول لك كده. استنى بصراحه عشان تفضل ماسكه نفسها من جوه. مش قادر جعان. بس احنا هنسيب الباقي يبرد. احنا هناكل دي ونسيب الباقي يبرد. بصوا كده. دي استحاله تتدق دلوقتي بس هي حلوه. بسم الله. هتتلسع؟ اتلسع. الله اكبر الله اكبر. انا هدوقها بعد الفيديو ان شاء الله. هي سخنه جدا. بكره الصبح يعني. بس عايز تاكل سخنه يعني. لا يا عم. وبعدين بقى ايه مقرمشه محمصه. طبعا لو عايزين بقى درجه الاستواء بتاكل يبقى اقل هدوا الفرن عليها كده وطلعوها بدري سيكه يعني. شايفين بقى يا جماعه الحشوه قمر. بسم الله.
هي دي بقى كلفتنا حوالي يعني من 120 ل 130 حاجه في الرينج ده كده. واه يمكن عشان اللحمه غاليه شويه، وزي ما قلت لكم ممكن برضو ايه تحشوها اي حاجه على مزاجكم، يعني ممكن تعملوها بقى بالخضروات بالمشروم. قلب منيو هنا ما قالك الخضروات دول يا ابني مالك يلا انشف شويه مش عايزه تلسع. انا انت كذاب والله حلو قوي والله مش عشان انا اعملها بس حلو فعلا، بس هي احلى حاجه فيها هي القرمشه فعلا. وبعدين تقطيعه الجلاش مخليه الموضوع مش كانك بتاكل جلاش عادي اللي هو مكتوم، لا مخليه الموضوع من جوه فلافي شويه، فالموضوع لطيف يعني ومقرمش الدنيا كلها. شاكرين للناس اللي احنا سرقنا منهم الوصفه، ما خدتش الجبنه اقتبسنا بس احنا حطينا صلصه.